زفرة واحدة سترعب العالم، قوتها تعادل انفجار البلايين من قنبلة هيروشيما بآن واحد. فمع زفرتها هذه ستختفي كل مظاهر التكنولوجيا حول العالم. الإنترنت سيتوقف، وأجهزتنا الإلكترونية ستتعطل، والعالم سيغرق في ظلام دامس ربما للأبد. ولن يتوقف الأمر هنا، فقلب الإنسان ودماغه أكثر المتضررين منها. إنها عاصفة، لكن ليست كأي عاصفة. عاصفة مصدرها الشمس، وصفتها الأساسية الجذب والسحب أو المغناطة. العاصفة المغناطيسية، استعدوا للأسوأ. يوم 26 نوفمبر 2023، تم تسجيل اضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي. يبدو أن عاصفة مغناطيسية سوف تحدث قريبا. بيان صادر من معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي تحدث فيه عن بدء حدوث عاصفة مغناطيسية على وشك أن تضرب الكوكب. كما ذكر البيان في تفاصيله أن بيانات رصد الطقس الفضائي وصلت درجة اضطراب المجال المغناطيسي للأرض مستوى G2، أي أنها مرتفعة درجة على المقياس الذي تبلغ مستوياته 5 درجات. ويعني اضطراب المجال المغناطيسي حدوث عاصفة مغناطيسية وشيكة. فما هي هذه العواصف؟ وكيف تحدث؟ وما هي تأثيراتها على البشر والكون؟ لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لنتابع معا. أول عاصفة مغناطيسية معروفة في التاريخ. أول عاصفة شمسية عملاقة حدثت قبل 14300 عام، وهي أشد عاصفة جيومغناطيسية تم تسجيلها على الإطلاق في التاريخ. أما أشهر هذه العواصف فهي حدث كارينغتون، والتي تمت تسميتها على اسم عالم الفلك البريطاني ريتشارد كارينغتون، الذي كان مولعا بمراقبة الشمس والمناطق المظلمة على سطحها المعروفة بالبقع الشمسية. وبدأت قصته مع العاصفة المغناطيسية في 1 سبتمبر 1859، حين كان يحدق في الشمس عبر تلسكوب، وفجأة رأى وميضا من الضوء الأبيض من بقعة شمسية. وفي غضون يوم واحد بعدها بدأت تحدث أشياء غريبة في جميع أنحاء العالم، حيث أضاءت سماء الليل فجأة بألوان زاهية، وظهرت أضواء راقصة في نصف الكرة الشمالية حتى الجنوب. لقد كانت تلك الأحداث واضحة جدا، لدرجة أن الناس كانوا قادرين على قراءة الصحف على ضوء الشفق وحده. بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وعدد من التقارير عن شهود العيان التي تم جمعها ووضعها في دراسة لكبير علماء ناسا آنذاك جيمس جرين، أيضا تسببت العاصفة المغناطيسية الشمسية الهائلة في حدوث أعطال في التليغراف وصدمات كهربائية للأشخاص الذين كانوا يحاولون تشغيلها، إضافة إلى انفجار بعض أبراج التليغراف فجأة واشتعال النيران فيها، حيث بلغت شدة العاصفة حينها 1022 كيلوغات من الطاقة المنطلقة، أي ما يعادل انفجار 10,000,000,000 قنبلة هيروشيما في وقت واحد. وتطاير 1,000,000,000 كيلوغرام من الجسيمات المشحونة كهربائيا بسرعة هائلة بلغت 3,000 كيلومتر في الثانية. هذه كانت ربما أول عاصفة مغناطيسية ينتبه العلماء لحدوثها ويراقبون نتائجها وتأثيراتها، وسميت تبعاتها كما أسلفنا بحدث كارينغتون، والذي يحذر العلماء اليوم من تكراره وربما بنسخة أقوى منه. فوفق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن العاصفة الشمسية المتوقعة من الممكن أن تلحق أضرارا بالغة بالأقمار الصناعية، كما يمكن أن تتسبب بعطل الاتصالات عبر الهاتف والراديو والتلفزيون. أيضا من الممكن أن تسبب انقطاعا في التيار الكهربائي وتغرق العالم في الظلام. فالعواصف المغناطيسية، أو كما تسمى العواصف الشمسية، هي عبارة عن انفجارات قوية من الإشعاع تنبثق من الشمس، تتشكل بسبب توتر أو انكسارات تتعرض لها خطوط المجال المغناطيسي للشمس، لتنتج عنها كميات هائلة من الطاقة على شكل انفجارات قوية، تحمل جسيمات مشحونة مثل البروتونات والإلكترونات،
المعروفة بأنها تنتقل عبر الفضاء بسرعة عالية للغاية. عندما تصل هذه الجسيمات إلى الأرض فإنها تتفاعل مع المجال المغناطيسي والغلاف الجوي، ومن هنا تبدأ تأثيراتها الكبرى، والتي ربما تكون على شكل شفق أو انقطاع موجات الراديو أو اضطرابات بالأقمار الصناعية، أو ربما فشل في الطاقة ككل، حيث يمكن أن يتسبب توسع الأيونوسفير بزيادة سحب الأقمار الصناعية وجعل مداراتها صعبة التحكم. كذلك فإنه أثناء العواصف المغناطيسية قد تتلف إلكترونيات الأقمار الصناعية من خلال تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة. أيضاً بالنسبة لرواد الفضاء والطيارين فقد يتعرضون لارتفاعات عالية في مستويات متزايدة من الإشعاع. ورغم أن التغيرات السريعة في المجال المغناطيسي يتم إنشاؤها بواسطة الطيارات في الفضاء، فإن هناك تأثيرات حقيقية جداً يمكن أن تنتج هنا على سطح الأرض، مثل ارتفاعات الجهد في شبكات الطاقة التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي ظلام دامس قد يغطي الأرض. صحتنا في خطر. ليست فقط الأجهزة الإلكترونية أو التكنولوجية المعرضة للخطر، بل إن للعواصف المغناطيسية مخاطر على صحة الإنسان. فمن الممكن أن تنشأ مجموعة من المشكلات الصحية بسبب التغيرات في البيئة الشمسية. وبحسب دراسة علمية نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن النشاط المغناطيسي الأرضي المضطرب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الموجودة، ويرتبط ذلك بزيادات كبيرة في عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد تزيد حالات الوفاة المرتبطة باحتشاء عضلة القلب والتغيرات في تدفق الدم وزيادة ضغط الدم ونوبات الصرع. أيضاً حذر موقع نيوز نايشن من وجود احتمالات كبيرة تنبئ بتأثيرات خطيرة لهذه العواصف على أدمغة البشر، لأن العواصف بحسب الدراسات تؤثر مباشرة على النبضات الكهربائية بالقلب، والتي تلعب دوراً رئيسياً في إرسال الإشارات إلى الدماغ. لذلك من الطبيعي أن يتأثر الدماغ بدوره بهذه العواصف. من الواضح أن العواصف المغناطيسية تؤثر على كل مناحي الحياة، وقد تتسبب بشلل كامل للكوكب، بدءاً من قلب الإنسان ودماغه، وليس انتهاءً بالطاقة والأنترنت وما إلى ذلك. ومع تحذير معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي، فإن العاصفة المنتظرة يمكن أن تكون حدثت قبل هذا الفيديو بيوم، أو قد تحدث بعده بأيام. فإذا ما وصلت شدتها لدرجة قد تشل كوكبنا، لا نعلم إن كنتم سترون هذا الفيديو أم إن العاصفة ستوقف الأنترنت والطاقة حول العالم، ونعيش ظلاماً لا نعرف كم سيمتد وكيف سينتهي. فاتركوا لنا تعليقاً يطمئننا عنكم.